برحب بحضراتكم مرة تانية، ومعايا الحقيقة ضيفي نجم الاستوديو التحليلي، نجم الأهلي السابق، نجم السينما، كابتن شريف عبد المنعم، اللي دايما منورنا ودايما بستمتع بالكلام معاه. منورني يا كابتن. منورة الدنيا سارة. نجم يعني خلاص انت نجم، يعني دي والله كلمة لايقة عليك. انا ببقى مبسوط وانا معاكم هنا دايما، وبشكركم على التقديمات الجميلة دي. واحنا طبعا دايما مبسوطين معاك يا كابتن، دايما بنستمتع الحقيقة بالكلام مع حضرتك في الكورة. بس الاول انت عامل لنا شويه قلق كده، مش عايز حد يفهمنا غلط والله. انا ما ينفعش يعني، انا عارف يعني في بعض الناس شافت ان يمكن كان في قسوه في التحليل شويه بعد مباراه الاهلي والمريخ السوداني، ولا مع ان يعني حضرتك ما قلتش حاجه قوي، بس انا حابه ان انت اللي تتكلم وتوضح الموضوع اكتر. هو انا كنت بتكلم مع كابتن شطه دلوقتي قبل ما اجي، بقول له ايه حكايه الناس زعلانه مني وما اعرفش ايه. بقول ان فرقه المريخ دول اولا السودان الشقيق بالنسبه لنا يعني طبعا. وانا ليا جماهير كتير قوي في السودان بحبهم جدا، هم بيحبوني جدا من حتى وانا كنت بلعب يعني، وبيحصل مراسلات بيننا وبين بعض، فما ينفعش يحصل اي تجاوز الحقيقه. انا بقول ان فرق، فبقول له ايه اللي حصل؟ فبيقول لي انت بتقول ان هم الاستاد كبير عليهم لا، انا نفسي بروح العب في استاد القاهره، الاستاد ده كبير جدا علينا كلنا. فبقول هم كانوا يعني منوزين، بمعنى ان هم منورين القاهره في استاد القاهره الكبير علينا كلنا يعني. يجوز اتقالت كلمه كده وكده، لا استحاله يعني، ده انا يعني ناس فرس السودان بحب روحهم، بحب الجرأه بتاعتهم في الاداء من زمان جدا، واحنا بنعمل لهم كل احترام وكل تقدير واحنا بنلعب معاهم الحقيقه، وما بنبقى هناك بحب اروح العب هناك مع المنتخب او مع النادي الاهلي. يعني انا استحاله يعني اخواتي السودانيين او اخواتي المريخ او اخواتي الهلال او اي فرقه بالنسبه للسودان، انا بكن لكم كل الاحترام، ولو كان حصل اي حاجه اوعوا تزعلوا مني يعني، ما اقدرش يعني، صعب قوي يعني الحقيقه يعني. انتوا نورتوا الدنيا، وانا عارف ان انتوا هيكون لكم شكل تاني كمان في المباراه اللي هناك على ارضكم، وعملوا مباراه حلوه وشكل جميل. فرقه المريخ كانت موجوده، يمكن احنا عشان راجعين من الزهو لسه بالبطوله العالم واحنا الثالث وما اعرفش ايه، فانا عايز اقول ان هم يعني فرحانين بالنادي الاهلي، فرحانين ان هم موجودين بيلعبوا النادي الاهلي هو صاحب المركز الثالث. يجوز بقى جت كده او جت كده، محدش يزعل مني بليز يعني. انا اكيد لا باين ان هي ما كانتش ان شاء الله اكون بعتذر لكم حتى، انما انا لا اقصد تماما يعني، بالعكس احنا بنبقى فرحانين، ده احنا فرحانين ان هم اصلا معانا في المجموعه يعني.